لتفعيل مبادرة الائتلاف لتخفيف آثار القرارات الاقتصادية على العاملين في القطاع الخاص. وأشار البيان إلى أن الاجتماع انتهى باتخاذ ما يلزم نحو صرف علاوة خاصة اعتبارا من الأول من يوليو 2017 للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والشركات المساهمة والهيئات الخاصة والمدارس الخاصة بنسبة تبلغ 10% من الأجر التأميني أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر من ذلك، ووفقا للظروف الاقتصادية والمالية لكل منشأة، وذلك بحد أدنى يبلغ 165 جنيها وبحد أقصى يبلغ 330 جنيها، مع خصم ما سبق صرفه من علاوات بأشكالها المختلفة على العلاوة الدورية لعام 2017، وذلك من خلال اتفاقية عمل جماعية يتم توقيعها. وطلب الائتلاف لجان المجلس باتخاذ الإجراءات التشريعية لإعفاء هذه العلاوة من الخضوع لضريبة الدخل. مشاهدينا الكرام، أجدد التحية بحضراتكم وضيف هذه الوقفة الحوارية سيادة النائب الدكتور صلاح حسب الله عضو مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر. بجدد التحية بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك فيلم. دكتور صلاح، ربما يعني كان هناك حديث في الفترة الماضية عن علاوة خاصة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وعلاوة أخرى لغلاء المعيشة، ولكن لم يتم التطرق أصلا للحديث عن علاوة للعاملين بالقطاع الخاص. فكرة هذه العلاوة دكتور صلاح وفكرة إلزام القطاع الخاص بتنفيذ يعني هذه العلاوة، خاصة أن بعض المشروعات ربما تواجه من الصعوبات ما يحول دون إعطاء العاملين في هذه المشروعات أي علاوة. طيب، هو أولا خلينا أكد بس على أن مجلس النواب رغم بعض ما يلقاه من هجوم من بعض الأقلام والشاشات، إنما في الآخر المجلس بيراعي ضمير الوطن وبيراعي المصلحه الوطنيه وبيحاول يبقى تعبير حقيقي عن الحاله الوطنيه المصريه والشارع المصري. فاحداث الموازنه ما بين ما يريده المصريون من مطالب اقتصاديه وظروف البلد الاقتصاديه ده شيء مهم جدا. يعني يجب ان لا ينحاز النائب على طول الخط في اتجاه واحد، لازم يوازن ما بين ما هو متاح من موارد في الدوله وما هي احتياجات الناس، فبيحاول يعني نستطيع ان يلبي كل احتياجات الناس الا اذا كانت الموارد متوفره بقدر كافي جدا، وان احنا ظروفنا فيها طرف ورفاهيه ورخاء اقتصادي، وبالتالي نستطيع ان نلبي كل احتياجات المواطنين. نعم. عشان كده هذا التوازن على فكره اللي بيخلينا مره واثنين وثلاثه واربعه بنبقى دائما حتى حينما نوافق على برامج الاصلاح الاقتصادي على طول بيبقى في مرادف لهذه الموافقه هو كيفيه زياده برامج الحمايه الاجتماعيه للمواطنين خاصة طبقة محدود الدخل ومتوسط الدخل. احنا لما جينا بعد الموافقة على البرنامج الاصلاح الاقتصادي للحكومة وتحريك بعض مواد اسعار الطاقة على طول تحدثنا عن مسألة كيفية سن عدد من القوانين اللي هي مرتبطة بالعلاوة الدورية وعلاوة غلاء المعيشة. نعم. والعلاوة الدورية عملنا العلاوة 10% للخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ثم بعد ذلك علاوة 10% للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ثم بعد ذلك علاوة غلاء المعيشة اللي هي 7% للناحيتين الخاضعين والغير خاضعين للخدمة المدنية. نعم. وأيضا رحنا لذوي المعاشات ورحنا مزودين 15% للمعاشات بحد أدنى 150 جنيه ونفس النسبة للمعاشات من القوات المسلحة والشرطة اللي هي المعاشات العسكرية. بعد ده كان في تساؤل مهم جدا، طب ماذا عن العاملين في القطاع الخاص؟ يعني هنا احنا بنطلع قوانين نلزم بيها الدولة ممثلة في جهة الإدارة بأنها تصرف العلاوة دي، العاملين في القطاع الخاص وعددهم كتير جدا، يعني لو بنتكلم عن 7 مليون عامل أو موظف في الجهاز الإداري للدولة على أقصى تقدير بنتكلم عن ضعف هذا الرقم على أقل تقدير في العاملين في القطاع الخاص والمصانع والشركات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني وكل الهيئات الغير حكوميه. فكانت هنا مبادره انطلقت من ائتلاف دعم مصر ومن النائب محمد سويدي رئيس الائتلاف على وجه التحديد. الرجل هو رئيس اتحاد الصناعات، ففي اجتماع باتحاد الصناعات قال تعالوا يا جماعه نتحمل مسؤوليه المشاركه الاجتماعيه للدوله، يعني مش الدوله بس هي اللي بتتحمل، احنا كقطاع رجال اعمال وقطاع صناع
ان احنا يجب ان نشارك الدولة تحمل هذه المسؤولية الاجتماعية. وبالفعل توافقوا في اتحاد الصناعات وقبلوا المبادرة اللي قالها النائب محمد سويد رئيس ائتلاف دعم مصر، وتم الموافقة على العلاوة ان تصرف علاوة دورية للعاملين بالقطاع الخاص 10% وبحد ادنى 165 جنيه وحد اقصى 330 جنيه. نعم. ثم بعد ذلك انتقلت هذه المبادرة من ائتلاف دعم مصر الى لجنة القوة العاملة وبعض الشركاء في المجتمع رجال الاعمال، جمعيات رجال الاعمال، جمعيات المستثمرين، اتحاد الصناعات، الغرفة التجارية، وحصل اجتماع اللي هو يوم الثلاثاء الماضي في لجنة القوة العاملة بوجود رئيس لجنة الصناعة من ائتلاف دعم مصر ورئيس اللجنة الاقتصادية ورئيس الائتلاف محمد بيه سويدي، وتم الاتفاق على صرف هذه العلاوة بداية من 1/7 مع الوضع في الاعتبار ان يعني يترك مساحة من التحرك والحرية لكل مؤسسة على حدة في اطار، يعني احنا بنقول لحد الادنى ممكن حد يصرف اكتر انما مش معقول ان محدش يصرف خالص. نعم. ففي توافق حاليا في اطار المسؤوليه الاجتماعيه زي ما قلت عن كل الشركاء دول، وباذن الله تصرف بدايه من الشهر الجاري اعتبارا من 1/7. انا مع مرتب هذا الشهر. نعم. طب فكره الزام يعني الشركات والزام كل القطاعات اللي حضرتك تحدثت عنهم المعنيه بهذه العلاوه، كيف يمكن الزام هؤلاء في حين ان ممكن يكون البعض شايف ان تكلفه الانتاج زادت بعد ارتفاع اسعار المحروقات مثلا، بعد ارتفاع اسعار المواد الخام باختلاف سعر العمله ومعظم المواد الخام بيتم استيرادها من الخارج، كيف يمكن الزام هؤلاء في ظل هو في صعوبات بالفعل هما بيواجهوها في زياده تكلفه الانتاج؟ طيب خليني اقول لك لا الزام الا بالقانون. نعم. واحنا هنا مش بصدد قانون، احنا بصدد مبادره اجتماعيه من جمعيات رجال الاعمال ومن اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين، وحصل توافق عليها. يعني ما كنا نستطيع مثلا، يعني احنا لو قعدنا في مجلس النواب وطلعنا قانون هنلزم به الحكومه. نعم. وهتبقى ملتزمه بتنفيذه. انما لو قعدنا في مجلس النواب وخدنا قرار وقلنا لاخواننا رجال الاعمال واصحاب المصانع نفذوا، مش هينفذوا. فلازم هنا يبقى في نوع من انواع الشراكه الاجتماعيه والحوار الاجتماعي. حوار مجتمعي بينتج فكره، يعني ما قعدناش وقلنا مثلا ايه احنا عايزين نزود 20% او 15%. لا، ده كان الحوار انطلق بمبادره من ائتلاف دعم مصر والقيت الكره في ملعب المسؤولين اللي احنا حضرتك بتدور على كيفيه الزامهم. نعم. وتم التوافق، وفي الاخر كل توافق على فكره في هذا الاجتماع قبل ما تطرح في مجلس النواب، توافقوا على زياده ال 10%، لان احنا لازم نضع في اعتباراتنا ظروف السوق وظروف الاقتصاد وتحرك سعر لكن التكلفة بتاع الانتاج. تبقى دكتور ان هي مساله، هي مبادره وده طواعيه رجال الاعمال. صحيح. هم وافقوا على ذلك. صحيح. طواعيه. صحيح. ولكن ما فيش الزام، وان فكره الحد الادنى والحد الاقصى غير ملزم يعني زي القانون اللي صدر بالعلاوه الخاصه بالعاملين في الجهاز الاداري في الدوله. النقطه دي لازم تكون واضحه. انت عارفه هو بمنطق الانجليز كده جنتلمان ديل، تاخد بالك، يعني مش قانون، مش لو. نعم. مش تشريع، انما هو اتفاق بيحركه الضمير الوطني. ان كل، على فكره، كل رجال الاعمال وكله، عايز اقول لك حاجه، يمكن بعض حتى رجال الاعمال اللي انا اعرفهم ان رغم ان هم ايه يعني مش بيكسبوا كتير او مش بيحاولوا مكسبوا، يا دوبك بيبقى التكلفه على قد الانتاج على قد المبيعات، يعني يا دوبك يعني متوازنه ما بين التكلفه والبيع او الدخل، المدخل والخارج. فانما في نفس الوقت لا، تحمسوا جدا للفكره مراعاه للظروف الاقتصاديه الصعبه اللي بيمر بها الناس، مراعاه لحاله تحرك الاسعار المستمر. وده يمكن عايز اقول لك يمكن المبادره دي لو ترجع كده فلاش باك شويه هتلاقي ان اول من بادر بدعوه المجتمع بكل مكوناته، رجال اعمال، مستثمرين، سياسيين، نخب اعلاميين، كل حاجه، ان كل يشارك في تحمل المسؤوليه بتاعه الدوله في ذلك الوقت، الرئيس عبد الفتاح السيسي. نعم. يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل صندوق تحيا مصر بتبرعات رجال اعمال. نعم. الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما بيدي المبادره وبيدي، ما انت لازم عندك قدوه. لما ياتي الرئيس في اولى اشهر حكمه او اولى ايام حكمه ويقول لك انا متبرع بنص دخلي ومتبرع بنص ممتلكاتي لصندوق تحيا مصر، فادى المبادره. فاحنا محتاجين دايما نستجيب لهذه الدعوه، لان في الاخر احنا امام مسؤوليه مجتمعيه، امام مسؤوليه لكل مكونات الدوله، كل مكونات الدوله، مثلا البرلمان له مسؤوليه، الحكومه لها مسؤوليه، الرئيس له مسؤوليه، مجتمع رجال الاعمال له مسؤوليه اجتماعيه. فدائما عايز اقول لك يمكن
أميز ما في رجال الأعمال المصريين وفي المصنعين المصريين إن هم لديهم دائما بجانب دفتر الشيكات قلب كبير وضمير وطني. وبص تلاقي لما البلد تحتاجهم تلاقيهم بيقربوا وبيمدوا ايديهم وبيشتغلوا وبيساعدوا وبيعملوا. نعم. فده في حد ذاته يعني ما بيدوروش على المكسب المادي بس، بيدوروا على المكسب المادي ومصلحه البلد. نعم. احنا نذهب لمتابعه موجز لاهم اخبار الساعه مع الزميل ايمن السيد، ثم نعاود الحوار مع ضيفنا في من القاهره في هذه الوقفه الحواريه الدكتور صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر. ابقوا معنا. بكم من جديد، ويسعدني أن أجدد التحية أيضا بضيف هذه الوقفة الحوارية النائب الدكتور صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر. بجدد التحية بحضرتك يا دكتور. أهلا بك. كنا قبل موجز أخبار الساعة نتحدث عن العلاوة الخاصة بالعاملين في القطاع الخاص، وفكرة أن هذه هي يعني فكرة توافق ما بين مجتمع الأعمال بناء على مبادرة من ائتلاف دعم مصر. لكن اسمح لي ان في جزء من الخبر بيقول ان ائتلاف دعم مصر طالب لجان مجلس النواب باتخاذ الاجراءات التشريعيه لاعفاء هذه العلاوه من الخضوع لضريبه الدخل. فكره اعفاء هذه العلاوه من الضريبه، مدى شرعيه هذه الفكره، واذا كان العاملين في الجهاز الاداري للدوله لم يستثنوا من خضوع العلاوه اللي هم بياخدوها على ضريبه الدخل؟ طيب احنا عموما دي يمكن كان الدفع بتاع الاتجاه دوت اللي هو رفع حد الاعفاء من ضريبه الدخل. نعم. يعني معفى الان 7200 جنيه ثم بعد ذلك رقم معين وحاجه كده. احنا يمكن ده توجه كان الائتلاف بادره منذ فتره بعيده باهميه اصدار تشريع برفع حد الاعفاء من تطبيق ضريبه الدخل. يعني بدل ما يبقى 7200 جنيه قلنا لا، طب ممكن يبقى اكتر، يبقى 15000 جنيه في ظل تغير هذه يعني لا تغير الاسعار وتغير الظروف الاقتصاديه وخلافه. فده ربما يكون يعني كان المقصد من هذا الموضوع ان هو محاوله اصدار تشريع يحمي هذه الزياده على فكره من دخول في ضريبه او يحرك الشريحه المعفاه في ضريبه الدخل من رقم الى رقم، وبالتالي تنسحب على الجميع مش القطاع الخاص بس، القطاع الخاص والخاضعين للخدمه المدنيه والغير خاضعين للخدمه غير الخاضعين. طب دكتور صلاح، ان فكره هذه العلاوه الخاصه بالعاملين بالقطاع الخاص سيتم ترجمه ذلك الاتفاق في اطار اتفاقيه جماعيه ستوقع في وزاره القوى العامله يوم الاحد المقبل. علاقة وزارة القوى العاملة ده بيعطي الأمر نوع من الإلزام، يعني فكرة وجود اتفاقية وتدخل الوزارة أو الحكومة ممثلة في هذه الوزارة في هذا القرار، هل ده بيعتبر نوع من رقابة الدولة أو تدخل الدولة لمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق؟ لا، هو مش النوع، هو نوع من أنواع إعطاء الشكل الرسمي لهذا الاتفاق أو هذا التوافق. يعني زي ما بقول كده، هو بقى فيه ثلاث عناصر: مجلس النواب ممثل في ائتلاف دعم مصر واللجان اللي كانت حاضره، لجنه القوى العامله ولجنه اللجنه الاقتصاديه ولجنه الصناعه، وايضا الحكومه ممثله في وزاره القوى العامله، والمجتمع المدني ممثل في اتحاد الصناعات وجمعيه رجال الاعمال، جمعيات رجال الاعمال وجمعيات المستثمرين والغرفه التجاريه. الاطراف دي كلها هم الثلاث مكونات لهذا المثلث التوافقي على صرف هذه العلاوه. اعتقد ان هم باذن الله هيقعدوا عشان يبقى في نوع من انواع البروتوكول او الاتفاق المكتوب يوقع عليه جميع هذه الاطراف، لان كل هيئه او مجتمع او جمعيه او اتحاد من الاسماء اللي انا قلتها في المجتمع المدني، سواء اتحاد الصناعات او جمعيه رجال الاعمال او جمعيه المستثمرين او الغرفه التجاريه، كلها مظله لكل من ياتي بعدها. يعني اتحاد الصناعات كل المصانع تابعه لاتحاد الصناعات، الغرفه التجاريه كل حركه التجاره من اول البقاله الصغيره لغايه الهايبر الكبير، ايضا جمعيه المستثمرين وجمعيه رجال الاعمال، دول هم المظلات الحاكمه للمجتمع المدني من في مجال العمل الحر والصناعه والاستثمار وخلافه. فلما يبقوا دول كلهم حاضرين ويتم يلتزموا، يبقى بيلزموا من هو منضم تحت هذه المظلات. فبالتالي انا شايف ان توقيع هذا الاتفاق في وزاره القوى العامله
هو اشبه يعني بوضع المظله الرسميه للدوله على هذا الاتفاق بحضور الحكومه ممثله في وزاره القوى العامله ووزير القوى العامله وبحضور مجلس النواب. طب دكتور صلاح، يمكن العلاوه دي اتحدد ليها حد ادنى وحد اقصى، الحد الادنى 165 جنيه مزبوط. والحد الاقصى 330 جنيه. فكره ضخ هذا المبلغ في السوق المصريه في ظل يعني ظروف اقتصاديه هي توصف بانها ظروف غير عاديه او استثنائيه، ده ما بيعملش اي مخاوف من وجود زياده في معدلات التضخم في السوق المصريه، وان ده ممكن ربما يؤدي الى رفع الاسعار؟ يعني احنا يمكن كمشاهدين عاديين معتادين ان كان دايما في موعد صرف العلاوه كان كل واحد بيزود الاسعار من عنده كده، فهل ده ممكن يثير المخاوف من زيادة الأسعار في الفترة القادمة؟ لا، ده على الإطلاق مش هيحصل. ليه؟ لأن أنت التضخم يحصل لو عندك أموال بتضخ وما فيش سلع بتقابلها في السوق، ما فيش حركة إنتاج. إنما أنت عندك الأزمة الحقيقة، لا، إن السلع موجودة إنما الأموال مش موجودة، الناس ما عادش قدرة شرائية، ما عادش فلوس تديها قدرة شرائية إن هي تروح تجيب السلع دي. اللي كان بيجيب مثلا فرختين في الأسبوع ليه ولعياله بقى يجيب فرخة واحدة. نعم. اللي كان بيجيب الطماطم والخيار والخس وبتاع عشان يعمل السلطه بقى يجيب شويه طماطم يقطعهم ويحط رش عليهم شويه ملح. احنا بنحاول نعظم القدره الشرائيه اللي عند المواطن المصري، مش عشان يروح يشتري الحاجات اللي هي السلع الاستفزازيه، لا، عشان يروح يقدر يجيب حاجات اساسيه يقدر يعني يجيب اللي هو يقدر يعيش بيه، فدوت ما يسببش تضخم لان في توفر من السلع. التضخم يحصل لو في فلوس كتيره جدا والسلع مش موجوده، فبالتالي تبص تلاقي رغم ان في فلوس كتيره انما كيلو الطماطم مثلا ب 20 جنيه. انما لما يبقى في السلع دي متوفره في السوق فاعتقد لا، ما بيحصلش تضخم وبالتالي لن يحدث ارتفاع اسعار. طب حضرتك من خلال وجود حضرتك في ائتلاف دعم مصر وفي مجلس النواب ومتابع لخطوات الاصلاح الاقتصادي اللي مصر بتسير عليها، ماذا يعني وصول الدفعه الثانيه من الشريحه الاولى من قرض صندوق النقد الدولي لمصر في هذا التوقيت ودلاله ده بعد الاجراءات الاقتصاديه الاخيره برفع الدعم عن بعض انواع الوقود والمحروقات؟ بصي، وصول الدفعة طبعا الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي، عايز أقول لك إن هو بيمثل شهادة اعتماد لخريطة طريق الإصلاح، خريطة طريق المصرية في برنامج الإصلاح الاقتصادي. يعني إحنا لما عملنا الكلام دوت، هو الفكرة الناس بتبص لقرض صندوق النقد الدولي، قرض صندوق النقد الدولي في حد ذاته مش هو ده المبلغ اللي يقوم دولة بحجم مصر. إنما إحنا أحيانا بنبقى محتاجين شهادة حسن سير اقتصادي، إن إحنا بنسير في الاتجاه الصحيح. الكلام ده ما بتاخدوش غير من المؤسسات الماليه والاقتصاديه الدوليه زي صندوق النقد الدولي وزي البنك الدولي وبعض المنظمات الدوليه المعنيه بالنواحي الاقتصاديه. هي دي اللي تقول لك لما يجي يدي قرض لمصر يبقى هو شايف مصر ماشيه في طريق صح. نعم. لما يوافق على الكلام ده مش زي ما البعض بيتخيل، روح وغلي كذا واعمل كذا، لا خالص. هو وما بيتدخلش في الموضوع ده. انت بتحط برنامج اصلاح اقتصادي كدوله، وبرنامج الاصلاح الاقتصادي ده بتروح تعرضيه على صندوق النقد الدولي، ولما بيبص في البرنامج دوت بيشوف مدى قدرة الحكومة والدولة على إدارة هذا البرنامج وعلى تحقيق هذا البرنامج. استمرار الصندوق في توالي الدفعات في الشريحة الأولى ان هو يتبعتها لمصر في موعدها، المبلغ على فكرة بيجي بيروح البنك المركزي، انما ده في حد ذاته شهادة معتمدة باننا نسير في الاتجاه الصحيح اقتصاديا. وخدي بالك على فكرة، بعض بيتكلم صندوق النقد الدولي ما يفرقش معاه السلعة تبقى بكام، انما يفرق معاه هذه الدولة تسير في الاتجاه الصحيح اقتصاديا ولا بتاخد خطوات للخلف. هذه الدولة لديها رؤية لبناء اقتصاد قوي ولا محلك سر، ده اللي بيقيم عليه صندوق النقد الدولي، اضافة الى عدد من المعايير اللي بيحطها كده، بيشوف القدرات الحكومية، القدرات الادارية للدولة، الموارد المتاحة للدولة، كيفية تعظيم هذه الموارد، مدى قدرة الدولة على اقامة عدد من المشروعات القومية اللي تستطيع الدولة بعد فترة تنتقل فيها بيها الى مكان اقتصادي افضل. لا، ده متوفر. وعايز اقول لك يمكن ده كان بعد النظر نعم. والرؤيه الثاقبه عند الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني لما الناس جت، الناس يعني حتى بعد كده يقول لك احنا عمالين نعمل طرق وعمالين نعمل مشروعات قوميه، طب ما احنا عايزين ناكل. لا، ده كلام ده يعني مش هينفع دوله تدار بمنطق
اكلني النهارده موتني بكره. نعم. لا ده احنا اصل بكره ده مش الدوله دي مش فرد. نعم. ياكل النهارده ويموت بكره. في اجيال وفي مستقبل فرد وليه اولاد واولاد ليهم احفاد وهكذا. فانت في تفكير منطق الدوله يجب ان يكون رؤيتك بعيده. عشان كده الرئيس عبد الفتاح السيسي اول ما جه حط عدد من المشروعات كده قدام عيني، المثلث الذهبي في الصحراء الغربيه، مشروع قناه السويس الجديده، الطرق والكباري اللي بتعمل بحوالي 3200 كيلو جديد طرق اتعمل في سنتين، وحدات سكنيه بتتبني، مشروعات استثماريه ومصانع بتعمل في الصعيد قبل العاصمه. دكتور صلاح، يمكن كم المشروعات اللي بيتم انجازه فعلا هو يعني لا ينكره اي منصف او حتى غير صحيح. منصف الحقيقه، لكن فكره ما يتداوله الناس العامه في الشوارع وهو فكره الغلاء، ارتفاع اسعار كل السلع تقريبا والغلاء. نعم. يعني هذه المفارقة ما بين انطلاق في كم كبير من المشروعات القومية وما بين حالة من ارتفاع الأسعار ربما أرهقت المواطن المصري، متى سيتم ترجمة هذه المشروعات في صورة اعتدال في مستوى المعيشة بالنسبة للمواطن المصري وانكسار موجة الغلاء؟ بصي، المشروعات دي بتبقى أشبه بجسر بيوصل ما بين منطقتين، منطقة تسمى منطقة المرض الاقتصادي ومنطقة تسمى منطقة الرخاء الاقتصادي أو الاعتدال الاقتصادي أو الشفاء الاقتصادي. أنت الجسر ده يعني أنت ممكن إيه تبقى في مريضة اقتصاديا ما بتموتيش، بتاكلي وبتشربي وكل حاجة وبتاخدي الدواء وكلام من ده، إنما هتفضلي مريضة اقتصاديا. فما فيش حد بيفضل طول عمره مريض، يعني أنت يا إما تتعالجي يا إما خلاص هتموتي. فالتفكير هنا تفكير الدولة السليم إن هي تنقلك من مرحلة المرض الاقتصادي الى مرحله الاعتدال والشفاء الاقتصادي. ده الجسر، الجسر ده ايه؟ مش جسر بقى يبين، لا، الجسر ده تبقى مشروعات تنمويه، مشروعات اقتصاديه، فرص عمل جديده تاتي عن طريق مصانع جديده واستثمارات جديده، زراعات، بدل ما يبقى انت عندك مثلا بتنتجي 10 مليون طن قمح تنتجي 20 مليون طن قمح، بدل ما تنتجي 5 مليون ارداب برز تنتجي 50 مليون ارداب برز. عشان تعملي الكلام ده وتعدي الناحيه الثانيه، بص هتلاقي هذا المريض ما يعدي الجسر الناحيه الثانيه يبقى يعيش في حاله كويسه ويقدر يبقى عنده دخل يستطيع ان يلبي بيه احتياجاته كلها، يستطيع ان هو يلاقي نفسه ويلاقي مستقبله في دوله يستحقها وهي تستحقه. طب مده الجسر دي يا دكتور، هل كان من الممكن، وده يمكن سؤال بيتبادر كثيرا في الشارع المصري، نعم، هل كان ممكن برنامج الاصلاح الاقتصادي يمد امده بدل ما هيتم انجاز هذا الكم من المشروعات في مده زمنيه وجيزه، ممكن تمد على فتره اطول لكن يكون معاناه المواطن مع غلاء المعيشه اقل؟ طيب، ما ينفعش تعالج التاخير بتاخير. نعم. بمعنى احنا كلنا مقرين ان هذا البرنامج في الاصلاح الاقتصادي تاخر اكثر من 30 سنه. نعم. او 40 سنه. فما ينفعش، يعني انت عارفه لو كان مثلا هذا البرنامج بدا من 10 سنين كان ممكن نقول ان احنا ما عندناش رفاهيه الوقت. ما عندناش رفاهيه ولا طرف الوقت. نعم. احنا عندنا دواء لازم ناخده. ولما الدكتور بيكتب لك دواء ما بيقول لك ايه، تاخديه 3 مرات في اليوم. لو خدتيه مره مش هتخفي. ولو خدتيه مره كل يوم او كل 3 مرات في الاسبوع مش هتخفي. انت امام روشتة اقتصادية يجب ان نسير عليها، بنتحملها كلنا ومتعبة علينا كلنا. نعم. وصعبة على الناس كلها وخصوصا طبقة محدود دخل، ربنا يعينهم، انما في الاخر احنا في خندق واحد واحنا لازم كلنا نتحمل عشان الدولة دي تعيش لولادنا ولاد ولادنا. نعم. فالحقيقة ان احنا يمكن سبب التأخر والتجاهل عن مسألة ايجاد حلول عاجلة وحلول حقيقية لاقتصاد المريض هو ده سبب اللي احنا خلانا النهاردة نبقى واصلين لمسألة يا جماعة هو دواء مر، يعني كان ممكن الدواء دوت من 10 سنين يبقى دواء اقل مراره نقدر نبلعه او محتمل انما النهارده هو دواء مر، هو تدخل جراحي، يعني انت اتاخرت الفتره خلاص ما بقاش قدامك غير هي خريطه العلاج دي وتنفيذ هذه الروشتة. فللاسف يعني يمكن انا اقول لك انا واحد ناس انحيازا الناس اقول لك يا ريت كان يبقى يستمر هذا البرنامج ب 15 20 سنه. نعم. انما انحيازا الوطن اقول لك لا، احنا ليس امامنا افضل من الانجاز في تطبيق خريطه الاصلاح الاقتصادي وبرنامج الاصلاح الاقتصادي في هذا الوقت اللي معمول بيه. وبالتأكيد يعني إن شاء الله بإذن الله هتكون النتائج يا رب إيجابية وبتصب في صالح المواطن بإذن الله مع نهاية هذا البرنامج. أنا بشكر حضرتك سيادة النائب الدكتور صلاح حصب الله عضو مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر على وجود حضرتك معنا في هذه الحلقة. أشكرك يا فندم. مشاهدينا متواصلون معكم في وقفة حوارية ثانية ولكن بعد الفاصل. A
أكد الأستاذ مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن وزراء الإعلام العرب عبروا عن دعمهم لمصر في حربها ضد الإرهاب، وللموقف الذي عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقائه معهم، والذي أكد خلاله أن مصر سوف تحارب الإرهاب وسوف تتعقب من يمولونه حتى النهاية. كان حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ورئيس الدورة السابعة للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب قد دعا إلى ضرورة وضع استراتيجية موحدة لمجابهة بعض وسائل الإعلام التي تستهدف استقرار الدول العربية وتجريم القنوات التي تشعل النعرات الطائفية والدينية والعرقية بدول المنطقة وتدعم التنظيمات الإرهابية. وقال زين في كلمته في افتتاح اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب الثلاثاء إن واقعنا يشهد العديد من القنوات التي تشعل النعرات الطائفية والعرقية والدينية وتدعم التنظيمات الإرهابية وتتدخل في شؤون دول ذات السيادة، مضيفا أن هذا واقع يجب محاصرته ويجب أن نسعى لتجريم تلك المؤسسات. وأكد زين ضرورة التكامل بين الإعلام والثقافة والتعليم والمؤسسات الدينية لمحاربة الإرهاب، داعيا لتحديث ميثاق الشرف الإعلامي العربي في ضوء معطيات الواقع الإعلامي الجديد الذي يشهد تدخل رأس المال في صناعة الإعلام والمحتوى الإعلامي دون ضوابط أو قواعد تنظم هذا المجال، حتى تعلو المصلحة الوطنية والأهداف القومية على المصالح الشخصية. وأضاف زين قائلا إن لدينا من الأدوات التي تمكننا من الحفاظ على هويتنا والتصدي لتلك المخططات عبر آليات العمل العربي المشترك، يجمعنا مصير مشترك وهوية واحدة ولغة واحدة، ونواجه عدوا مشتركا يتطلب منا التصدي له وتفعيل دور الإعلام في دعم جسور الثقة بين الحكومات والشعوب والعمل على تنشيط التعاون بين مختلف الهيئات الإعلامية العربية وتبادل الخبرات بينها، والعمل أيضا على تفعيل ومتابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب. مشاهدينا الكرام، مجدد التحية بحضراتكم في وقفتنا الحوارية الثانية في حلقة اليوم من القاهرة، وموضوعها هو موضوع مهم جدا وهو دور الإعلام في مواجهة الأفكار الهدامة والإرهاب. ربما لاحظ الجميع وجود دور كبير للإعلام، سواء كان الإعلام الرسمي أو الإعلام غير الرسمي في الفترة الماضية في الترويج للأفكار المتطرفة والهدامة في العديد من الدول. لعل حضراتكم تابعتم ما تداولت وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة عن دور قناة الجزيرة في تأجيج الصراعات في المنطقة العربية في الفترة الماضية وعلى مدار سنوات طويلة. الحقيقة ملف الإعلام هو ملف مهم، خاصة أن الإعلام أصبح بيلعب دور كبير في توجيه الرأي العام والتأثير على المواطنين، سواء كان هذا الإعلام وسائل الإعلام التقليدية المعروفة أو وسائل التواصل الاجتماعي اللي يمكن أصبح دورها كبير ومؤثر في قطاعات معينة من المجتمع. حول هذا الموضوع يسعدنا أن ينضم إلينا في هذه الوقفة الحوارية الدكتور مرعي مدكور، عميد كلية الإعلام بجامعة أكتوبر. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك دكتور مرعي. يمكن
واضح جدا واحنا بنتكلم ان في دور بتلعبه القنوات التلفزيونية المعروفة، سواء القنوات زي قناة الجزيرة او قنوات جماعة الاخوان الارهابية اللي بيتم بثها من تركيا، لكن هناك ايضا النظر الى القنوات العادية. هل يعتبر ما تبث قنوات التلفزيون العادية من مشاهد لأعمال عنف أو أفكار بيرددها المتطرفين أو أئمة التطرف، هل ترديد هذه الأفكار بيعتبر دور بيلعبه الإعلام الرسمي في نشر هذه الأفكار بطريقة يمكن غير مقصودة؟ هو حضرتك اولا الاعلام مهم جدا، الاعلام من قديم الزمان، من قبل الميلاد، من ايام كونفوشيوس، كانت من 551 ل 479 كان يبحث عن المجتمع المثالي الذي ليس به تعصب ولا ارهاب، وكان في حالات تعصب، وكان في اكثر من 100 مدرسه تبحث هذا الامر. هذا موصول الى وقتنا هذا. امس الاربعاء سيادة الرئيس استقبل وزراء الإعلام العرب، وكان الأستاذ حسين زين عن الهيئة الوطنية للإعلام التلفزيون يعني والحاجات دي، والأستاذ مكرم والأستاذ كرم جبر ممثلين يعني على الإعلام العرب وكده. سيادة الرئيس قال أن بالتحديد الكوتيشن ده هناك دور مهم للإعلام بشكل عام، للإعلام العربي وبالتالي للإعلام المصري في مواجهة التحديات كلها. يعني لا يمكن أبدا الحديث الذي يبث الآن، أنا مع حضرتك، قد يشاهده الملايين، لكن لو نتحدث وجها لوجه في حجرة مغلقة لا أحد يعرف في ماذا تكلمنا، من أين نستقي الأفكار، من أين في الصباح حتى وأنا ذاهب إلى المدرسة بتاعتي أو المصنع أو الجامعة أعرف أن أنا هلبس إيه في مطر، في حاجة، في حوادث في الطريق أو شيء من هذا القبيل. الإعلام هو الذي يفعل هذا الأمر. طيب نقول إيه هو أو إيه هي حكاية الإرهاب دي؟ الإرهاب هو كل الأفعال التي تقوم بها جهة أو فرد من الأفراد وتكون مجرمة وتستهدف الناس سواء بشكل شخصي، أيا كانت هذه الجهة التي تقوم بهذا الفعل، تستهدف المجتمع سواء في فرد أو سواء في مجتمع ككل. ممكن يكون مثلا أحد يتحدث عن النيل، عن تسمم النيل، ويطلق شائعة يخلي الناس تنهال على الزجاجات المائية مثلا، ومن لاش زجاجات مائية، وتحدث يعني الشائعة أيضا خطر من الأخطار المهمة جدا بالنسبة للحكاية دي. من أين نتعلم أو من أين أخطط لحياتي اليومية؟ من التلفزيون أو من الراديو أو من الصحيفة أو من السوشيال ميديا أو كده. لو تركنا يعني منذ رمضان الماضي الأمل بدأ يستعاد في التلفزيون المصري بشكل كبير وفي قنواته المسلسلات البرامج الحاجات اللي زي كده. قبل أن نتحدث عن الجزيرة، الجزيرة مجرمة وما فيش أحد، وناس استقالوا منها كتير وفي التلفزيون ناس استقالوا. هو دكتور مرق يمكن يعني في بؤر واضحة ومباشرة عن الإعلام ودوره في نشر أفكار متطرفة أو دعمه للإرهاب أو دعمه لتنظيمات إرهابية بعينها. ده نعم. يمكن بيتجلى بوضوح في قناة الجزيرة، بيتجلى في قنوات الإخوان اللي بتبث من تركيا كما ذكرت لحضرتك. ما انا بقول لحضرتك مش بس القنوات دي، يمكن انا محصن او حضرتك او اولادك او كده لما نشوف نقول ان احنا هنشوف الجزيره، من الكلام حواليها قد نكون محصن في حذر بعض من الشيء. الرساله اللي بتقدمها الجزيره حذر، لكن الاعلام اللي هو العادي سواء من وافد او حتى اعلام الداخل، يعني مثلا لما يجيبوا 21 اعدموا في ليبيا ولابسين اللبس وكذا مره، دول بلدياتنا على فكره جنبينا في المنيا، فالناس كلها يحصل لها رعب رهيب جدا. واذا كانوا من اخواننا الاغباط واشقائنا وكانوا الله، يبقى حصل تفتيت في المجتمع، اين مسؤوليه الدوله؟ يعني قد لا تكون القنوات، قد لا تكون الجزيره فقط، لكن نحن نريد من الاعلام ان نبني رؤيه مستقبليه عبر حوكمه مؤسسيه يتعاون معها
المجتمع، كل فئات المجتمع، حتى نقدم إعلاما رشيدا يوري الناس احنا رايحين على فين. طب فكرة العولمة يا دكتور خدت الناس الى ان انا اللي مش هشوفه في قناتي المحلية ممكن اشوفه في القناة الدولية، السماوات المفتوحة خلت كل المعلومات متاحة للجميع، ايضا خلت ان ممكن ما اشوفش على قناة من وسائل الاعلام التقليدية المعروفة، ممكن اتفرج على اليوتيوب على الفيديو اللي انا عايزه وهشوفه بالتفصيل ومن غير مونتاج. الأجواء دي بتأخذنا إلى فكرة الترويج للأفكار الهدامة والإرهاب، يعني ليه منابر متعددة وأشكال متعددة، ربما لا يكون الشخص محصن منها زي ما هو محصن بالكلام عن الجزيرة أو قنوات معينة. بالتأكيد ده ممكن يتم التعامل معاه إزاي؟ إزاي أنا أرشد المواطن إن هو ما يتفرجش على الفيديو؟ هناك أمران بالنسبة للعولمة بالنسبة للدول، كانت أمريكا تريد أن تقولب العالم. العالم تقريبا خرج من الحكاية دي، كل واحد يعتز بتراثه بشكل كبير. أنا مصر لا يمكن أن أتخلى عن 7000 سنة وأقول أن أنا أمريكا، وحال لما أروح أنا أمريكا ما أقدرش أخرج من الكامب اللي أنا فيه أو حاجة زي، إلا كان معايا صديق صديقتي كلام زي كده ونتكلم. كل الدول بدأت تتمرد على العولمة، لكن العولمة تمثلت في السوشيال ميديا في الإعلام. لا يمكن أن نحجب قناة أو حاجة زي كده بشكل كامل. حجبتيها هنا، ما أنا هشوفها في حتة تاني، أجيب أجهزة معينة. التلفزيونات دلوقتي بدأت، مش حكاية أن اللاقط والكلام ده، بدأت التلفزيونات يعني منها فيها أن أنت تجيب اللي أنت عايزاه. طيب نعمل إيه في الحكاية دي؟ هناك أمران، الوعي للناس بشكل عام، وده لا تقوم به أجهزة الإعلام فقط، لكن تقوم به الأسرة، يقوم به المنزل، يقوم به الشارع، يقوم به الإعلام بشكل أساسي بالنسبة للحكاية دي. الأمر الثاني تقوية الإعلام بتاعي، ما لازم أنا أكون قوي، لأن الإعلام الآخر اللي هو السوشيال ميديا والإعلام الجديد أو الإعلام المواطن، كل واحد على طول، الأولاد دلوقتي ما أقدرش أحشهم قاعدين لخبطوا له، وبقى انعزال، يعني بدل ما أن يحدث تواصل بقى انعزال، كل واحد قاعد في اللاب بتاعه أو في التابلت أو الموبايل، وقاعد في عالم تاني خالص. أغلب الحاجات كلها شائعات وقد تكون ترياق، يعني ناس بيترياقوا أو نكت، وإحنا شاطرين في حكاية النكت، فواحد ياخدها قفشة كده إن هي حدثت وتحدث بلبلة في هذا الأمر. خطورة الإعلام الجديد أنه إذا كانت العولمة تمثلت في الإعلام الجديد، مش في عولمة الدول نفسها، لكن في عولمة الإعلام نفسه. أن أنا إذا ما شفتش الخبر أنا أبحث عنه. أقول لحضرتك تويتر مثلا، السنة اللي فاتت حجزوا 125,000 حساب لحاجات لقوها ملخبطة، مش هم أنتي أو هم ضد الإخوان بشكل قاطع، لكن وجدوا أن الأشياء دي غير منطقية وكاذبة وحاجات زي كده. طيب من الذي يفهم أو يوعي الناس اللي عندي؟ ما أنا ليه خبر فده يقولوا ده يقولوا ده يقولوا، مش ممكن أبدا. فأصبحت بلبلة بشكل كبير، لا نستطيع أن نحجب التقنية عن الإعلام، لا أستطيع أن أحجب المواطن وأمنع عنه كل الحاجات وأقول له شوف التلفزيون بتاع بس، لكن من الناحية الأخرى لابد أن أقوي القنوات بتاعتي العامة والخاصة وكله ضمن إطار في حوكمة تتعاون الجهات والمؤسسات كلها لصالح ترشيد المواطن وبالتالي ترشيد الوطن، وأن يكون الوطن متصاعد ومتنامي بشكل كبير. نعم. طب دكتور مرعي، يمكن للإعلام الرشيد بيبقى فيه إشكالية، هي مثلا في القنوات الإخبارية المشاهد اللي تنم عن قتل أو عنف أو جرائم فيها بشاعة في التصوير ما بين يعني إذاعة هذا الفيديو أو حجب هذا الفيديو، عمل لقاءات هي ربما تكون بالنسبة للإعلامي هي تعتبر سبق، يعني زي ما كانت قناة الجزيرة بتتبارى أنها تعمل لقاء مع زعيم تنظيم القاعدة مثلا. في هذه الحالة هل ما بين السبق أو عدم الاهتمام ببعد السبق، أن أنا ألتقي بشخصية هي في واقع الأمر هي ده إرهابي، لكن فكرة أن أنا لما بتعامل معاك إعلام بتعامل معاك كسبق
انا لو ما عملتوش غيري من القنوات ممكن تعمله، هي في الحالة دي هتبقى سبقتني او هي اجود مني، هي لها القدرة على الوصول الى ما لا استطيع الوصول اليه. فكرة المنافسة ما بين القنوات في هذا الاطار بتأخذنا في قضية تانية خالص، ما بين ان المشاهد بيدور على كل ما هو مختلف، كل ما هو جديد او صعب الوصول اليه. ازاي الاعلام يتعامل مع هذه الاشكاليه؟ هو حضرتك التلفزيون والصحافه والكلام ده، الصحافه في العالم كله ما عادتش ان هي تبحث عن الخبر، ولا التلفزيون يبحث عن الخبر، الصحافه تبحث عن صحافه استقصائيه زي الولدين الصغيرين كارل برنستاين وزميله الثاني اللي هم قلعوا الرئيس الامريكي في فضيحه ووترجيت، وكانت وراهم واحدة اسمها كاترين جراهام، كانت رئيس التحرير ويعني استقالت مؤخرا، وصلت إلى سن أكبر يعني وكده. فصحافة استقصائية تبحث عن ليس الخبر اللي هو الجاهز، يعني تبحث عن موضوع يهم الناس وقد تجلس فيه 6 أشهر وقد لا يأتي الخبر يكون كاذب، فهي الصحيفة صادقة. الأمر الآخر صحافة الخدمات وتلفزيون الخدمات، الكلام ده في بس برضه يا دكتور ده يعني استحاله، يعني معنى الاعلام هو الاخبار. ما انا هقول لحضرتك لا يعني ده لا لحضرتك بعيدا عن الخبر بالتزامن كخبر. بالتزامن مع الخبر نفسه. انا هقول لحضرتك واقع ساعه البرجين بتاع امريكا وكده، انا بنتي في الاهرام، بابا افتح التلفزيون ده البرجين بالتزامن انا شفتها، انا هشوف التلفزيون ليه غير لما يبرر لي، يجيب لي خبير يقول لي من المتوقع، ايه اللي حدث، ماذا بعد، حاجات زي كده. الصحف ما تقوليش البرجين، هتقول لي التايتل بتاع البرجين، لكن هتقول لي تفاصيل الحكايه دي. نعم انا ابحث عن التفاصيل، لكن الحدث انا بقيت في قلب الحدث بالتزامن مع وقوع الحدث قبل ان يعني الحدث ينفد يعني يعمل. ومش بس حد يقول لي، السوشيال ميديا التليفون اللي معايا ناس تبعت لي وانت شفت انت عملت كلام زي كده. طيب هل التلفزيون يسعى للسبق ولا للتاكد من المصداقيه؟ الدستور عمل الثلاث حاجات عندنا، المجلس الاعلى للتنظيم الاعلام والهيئتين الوطنيتين الخاصه بالتلفزيون والكلام ده، والخاصه بالصحافه والصحافه الالكترونيه. اهم حاجه دلوقتي ان هم بيبحثوا في تقنين الحكايه، مش السبق. السبق ما هو موجود، انت شفت لقطي اللي هو اساس الخبر او اس الخبر او بذرة الخبر، انت عايز تبحثي عن المبرر. انا ممكن لو انا رئيس تحرير او رئيس التحرير بشكل عام قد يتغاضى عن الخبر الى ان يتاكد منه وتسبقه صحيفه اخرى، الصحيفه الاخرى هتموت. هقول لحضرتك مثل على الحكايه دي، ايام استشهاد الرئيس السادات، ايام استشهاد الرئيس السادات صحيفة المساء بتطلع الساعة 8، أنا وأنا ماشي رايح الشغل الصبح الساعة 6 ألاقاها. المفروض هي تطلع بعد 4، في العالم كله بتطلع بعد 4، هي طلعت. فزملائنا اللي هو الصحفيين الكبار راحوا قاعدين فوق المنصة وصوروا شوية لقطات وخلص، ما هي هي يعني هو نفس الحكاية معتاد كل سنة 6 أكتوبر زيه. في واحد اسمه الأستاذ مكرم جادي الكريم قعد، ربما هو تعبان شويه، عامل عايز يريح شويه بتاع، لا التكتكات والكلام ده، عمل الفيلم وخدته رويتر وهو سلمه، لان راجل مهني اصيل وكده، سلمه للاخبار. الاخبار تزعمت العالم كله في الحكايه. ناتي لي الصحافه، الصحافه طلعت المساء، الرئيس السادات يستعرض جنوده ويزور قبر شقيقه في ميتا بولكوب. هذه سقطة قعدت حوالي 10 سنين وفي ذيل وفي رأس وفي قدم المسا لحد دلوقتي. الرئيس، أنا كنت الساعة 10:30 بالصدفة مع حد بلدياتي فعمر أفندي بتاع الجيزة، وبصينا هنا كده والتلفزيون طفأ، قلنا في حاجة. احنا طالعين كنا شاريانا المسا والرئيس يزور قبر شقيقه الراعي الطيار عاطف السادات. الحكايه دي ما كانش حصلت، لموا الصحف كلها، لكن بقت فضيحه كبيره جدا واثرت على الصحيفه
ربما لحد دلوقتي بيعايروها بيها وكلام زي كده، ده هل نبحث عن المصداقية ولا نجري نلهث وراء الخبر؟ ما عادش اللهث وراء الخبر. طب فكرة الأفكار نفسها يا دكتور، يعني الأفكار التكفيرية، الأفكار اللي تنطوي عن العنف، كيف يمكن أن يتعامل الإعلام مع هذه الأفكار؟ مجرد ترديدها، تقول مارجريت تاتشر أنها بتعطي الأكسجين لهذه العناصر، أن هي بتديهم الأكسجين اللي بيساعدهم على الحياة. وفكرة عدم نشر الأفكار هيخلي الناس في ضلال، هم ممكن يوصلوا لهم بطريقة أو بأخرى ويضللوهم، وأنا ما حصنتهمش من هذه الأفكار. إزاي ممكن الإعلام يتعامل مع الأفكار التكفيرية ويعرضها للناس بشكل توعوي؟ أنا أوعيك أن أنت ما بتستقطبش في هذه الفكرة. هو حضرتك لازم المعرفة، الشخص اللي هو القائم بالاتصال ده يكون عارفة، يكون ملما، يكون لديه معلومات، يعني المعرفة قبل، يكون عارف سياسة اقتصاد وحاجات زي كده. أنا ساعات أستاء جدا، أستاء عندما أجد في تلفزيون قناة، يعني أي قناة في القنوات الخاصة، أحد من الذين أسسوا تنظيم الجهاد وينظر لي. نعم. فأنا أقول أردد على الفور وأقول لأصدقائي قصيدة أحمد شوقي بيك: برز الثعلب يوما في ثياب الواعظين فمشى في الأرض يهدي ويسب الماكرين، كلام زي مش ممكن أبدا. الذي أسس وقتله ممكن قتل والدي، قتل والدتي، قتل أي حد في أسيوط، حصلت مذابح وكلام زي كده. وقعد يقول لي وتاب إيه؟ أنا أخد يعني هل تصل المسألة أن أنا أروح أخد طاري منه؟ لا، هذا لا يصح، هناك قانون. لكن الإعلام لابد أن يكون عارفا ومتبصرا بالحكاية دي. ساعات كثيرة فعلا على فكرة في سقطات كثيرة جدا، أن ناس قياديين وكان منهم ناس طلعت بره وكانوا يدوا لهم مساحات كبيرة في التلفزيون وفي الحاجات دي، أو طلعوا بره وراحوا تركيا وحكم عليهم بالإعدام والكلام ده. القائم بالاتصال هو بوصلة المسألة. يا صحيح في أجندة للتلفزيون، في أجندة أن أنا أقدم ثقافة إيه، أقدم سياسة إيه، أقدم اقتصاد إيه، كذا المية، مش هحسبها بالسنتي أو بالدقيقة، لكن ما أجيبش حد ملوث أو له سابقة أو حكم عليه أو فأعمل الحكاية دي. الضابط هو القائم بالاتصال اللي هو الإعلامي، أن يكون عارفا، ملما، فاهما، لديه معلومات، لديه مقدرة على التحرك، لديه مساعدة من الإعلام، من الأجهزة الإعلامية. الأجهزة الإعلامية اللي هي اتنشأت دلوقتي، المجلس الأعلى والهيئتين الوطنيتين دلوقتي دايرين يبحثوا عن، يقولوا حتى المسلسل في كم كلمة بريئة، عفوا يعني في كم كلمة عيب، في كم مش عارف ايه، هنمنع ايه، هنعمل حاجات زي كده. ربما يكون هذا الضبط مخرج للحكاية دي، ونأمل أن يكون بإذن ضبطا. طب دكتور مرعي، احنا تحدثنا عن الإعلام اللي هو ربما يقع في السقطات دون قصد. نعم. لكن مثلا قناة الجزيرة وأخواتها من قنوات الإخوان الإرهابية اللي بتبث من تركيا، فكرة التعامل مع هذه القنوات، التعامل الأمثل، لأنها بالفعل هناك من تستقطبهم هذه القنوات وبيشاهدوها وهي مدمرة، يعني وفيها قدر كبير من التضليل، يعني بيبقى مثلا خمس أفراد واقفين ماسكين إيدين بعض يقولك سلاسل بشرية أو حشود كبيرة، وفيها قدر كبير من التضليل. الحقيقة إزاي ممكن يتم التعامل مع هذه القنوات إذا كان المشاهد ما عندوش القدر الكافي من الوعي إنه هو يبقى عارف إن الكلام ده تدليس ومش حقيقي؟ يعني هي على فكرة في الضوابط، زي ما في الصحف تأتي من الخارج بالتصريح، ما فيش عندنا رقابة، لكن الصحف التي تأتي من الخارج بتخضع للرقابة. ليه؟ عشان إن أسيء إلي أحكمها، يعني أقاضيها وأخذ التعويض. إذا كان القنوات أيضا الأجهزة دي هتطبق عليها هذه الأمور، لابد. هذا من الجهة الرسمية والتعامل. ما أنا لما أروح أي دولة بروح أي دولة بشروطها، أنا عارف إيه التعاملات بتاعتها، عارف اخد الفيزا امتى، عارف اقعد كم يوم، عارف ادفع ايه، عارف.
فالقنوات لابد ان تكون بشروط هذا اولا. طب هي مش بتبث من هنا يا دكتور؟ يعني هي مش بتحكم يعني مش بتحكمها شروطي؟ يعني الجزيره القطريه، قنوات الاخوانيه بتطلع من تركيا، هي السماوات المفتوحه بتخليني اقدر اشوفها. نتكلم عن الجزيره مثلا، مثلا عن الجزيره كانت ايام يعني بعد الاخوان بعد 30/6 حضرتك؟ بعد 30 كانوا يطلعوا ناس في الشارع عندنا وحاجات زي كده، احنا كنا نشوف ناس من جنسيات محدده مش هنقولها يصوروا وبعد شويه نلاقيها في الجزيره على طول. فنقول للامن او الجيش اللي عندنا يا عم شوف لنا الحكايه دي الكلام. لكن على فكره الناس ساعات انا ادخل او بقلب كده ان اجيب الجزيره، فقبل انا ما اتكلم حتى اقول له شايف زي حضرتك ما قلت 5/6 وقايلين الحشود وبتاع وهم عيلين 3 واعطينهم ما يعرفوش حاجه خالص واعطينهم الكلام ده. لكن الناس عارفه يقول لك يا عم انت هتجيب لنا اكتئاب، ايه الاكتئاب ده؟ ايه الناس الكذابين؟ ايه الناس والناس دلوقتي اللي عندها ما عندهمش وعي بقى يا دكتور؟ يعني المواطن اللي ممكن يكون بسيط جدا وممكن فعلا، ما هي بالتاكيد القنوات دي لها جمهور هي او بتستهدف قطاع معين مش بتستهدف اللي هم الصفوه اللي تقدر تحكم. لا حضرتك حتى الفلاحين، انا من الصعيد حتى في اقاصي الصعيد عارفين الحكايه دي، يقول لك الجزيره الاقصى الجزيره، طب ما نعمل هنا القطر من هنا نعمل بتاع، لكن احنا مش عايزين المخاطرات دي. الناس عندها وعي كبير جدا مع ان الناس تعاني من البنزين لكن يقولوا ويتحمسوا للجيش بشكل كبير، وخاصه من ليبيا الهجوم اللي بيجي علينا بيتحمسوا بشكل كبير وعارفين كل حاجه، خاصه القنوات بتاع تركيا وبتاع الجزيرة. هل في هذه الحاله هل يكون التشويش على هذه القنوات وحجبها عن الوصول للمشاهد في داخل الدول، هل ده امر يعتبر على سبيل الوقايه مثلا او تامين ما انت ليكي كدوله وانا بيتي كبيت يعني منزل احصنه كما اريد بشرط الا يضر الاخرين، ولا اذا كان عندنا وسائل تشويش الكترونيه حاجه نعمل اللي احنا نعمله ولا ضير علينا، بالعكس لما يكون هناك اشياء نقاضيها، لكن هنقاضيها في وده في محاكم العدل الدوليه نقاضيها في اي حته. لكن انا اطمن حضرتك هذه ليست مجامله ولا ان احنا بنتزلف ولا كلام كده، انا ليا شغلتي وماليش علاقه بالحكايه دي. لكن الناس حتى في الفلاحين يكرهوا الجزيره ويقولوا ده 2 3 4 عارفين وعارفين ان مهما عانوا الذي يستشهد في الجيش في سيناء في غيرها في اي حته زي الراجل اللي هو بتاع الامن الوطني الملازم يعتبروا انا ابني او اخويا او كلام. فالناس عايزه تاكل باسنانها اي احد يسيء للبلد. نعم. او ينال من البلد. نعم. في مقدمه الحكايه دي تم الدور على مين؟ الدور على الاعلام، نحن نوعي ان نجيب الناس مستنيرين، ما اروحش انا اجيب ناس من ما قبل مش ما قبل الاخوان، ده من قبلها كانوا في السجون وكلام كده وناس ودينا مواعظ وكلام زي كده. نعم. ده حتى زملائنا في التلفزيون معدين بيقولوا ده الراجل ده بيشترط 30,000 هنا ساعة وينقل 30,000 الله انتوا متكونين مليونيرات على حسابي انا، على حسابي انا وحساب اولادي وحساب بلدي. لكن حضرتك بتعول على القائم بالاتصال او رجل الاعلام في وعلى الشارع المصري. نعم. انا بشكر حضرتك دكتور مرعي مدكور عميد كلية الاعلام بجامعة اكتوبر على وجود حضرتك معنا في هذه الوقفة الحوارية. شكرا لحضرتك وللسادة المشاهدين. اشكرك. شكرا لحضرتك. الشكر موصول لكم مشاهدينا على وعد بتجدد اللقاء غدا بإذن الله وفريق عمل جديد من القاهرة. إلى اللقاء.